بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا عمر؟ عرفنا بنفسك. احمد سمير. سنك؟ لازم تحب تقول؟ احب اقوله طبعا. 48 سنه. حلو. الريليشن شيب اكيد يعني. ما شكلي عامل كده ليه يا بنتي؟ يعني شعر ابيض يا رضا؟ انا ابيض. عندك اولاد؟ عندي الاولاد. ربنا يخليك. الله يكرمك. خريج ايه؟ بكالوريوس علوم وتربيه قسم فيزيكس وكيمستري. يلا نلعب. هنسأل شوية أسئلة لحضرتك. هو في تعليق بس. هو أنا ما عملتش الميتينج ده إلا بناء على إني في طلبة كتير بجد محتاجة يعني بصراحة، وقالوا لي عليه وهم اللي أصروا عليه وعشان خاطر الجروب دوت، وإنه جروب متشاف يعني. فأنا لا بعمل دعاية ولا هم جايين يعملوا دعاية ولا أنا بعمل لهم دعاية على فكرة. هم متشافين كويس قوي وإحنا متشافين كويس قوي الحمد لله رب العالمين. تركة بس بسيطة ممكن قبل الأسئلة دي. هم الولاد في فترة فيها تعبوا، هم عندهم حق والله تعبوا، فانا طالع بس نطمنهم ندردش معاهم نفكهم شويه. احنا ضغطين عليهم والدنيا ضغط عليهم والكلام دوت، والوقت ده هم محتاجين يفكوا التوتر شويه. نفسي بقى الاسئله يا ريت اللي انا مش عارفها دي تكون في الاطار ده. نفسي يعني ماشي فريندلي ماشي واجاوب ماشي وكل حاجه ماشي، بس نفسي يبقى اللقاء ده في اخره دقيقتين نقول لهم كلمه يمكن هم الكلمتين دول، يمكن هم الكلمتين دول اما الناس تسمعهم سواء عارفاني او مش عارفاني، يمكن ربنا بعتكوا ليا اوصل كلمتين يعدلوا الحال شويه مع الناس ويعملوا سبورت الناس تانية اوريدي كويسين. يلا بينا. بسم الله. اول سؤال بيقول بقالك قد ايه في التدريس؟ بقالي 27 سنه. ما شاء الله. 27 سنه عجوز. انا شخصيتك بتغير في الشغل؟ والله مش انا اللي احكم. والله بتضحك. ماشي. هو دليل ان في ناس كتير قوي نوعين، يا بيحبوني قوي يا بيكرهوني قوي. يعني انا المدرس الوحيد اللي هو مفيش وسط ده، اللي هو يا انت مصدقني قوي فمحترمني قوي او بتحبني قوي، يا انت اعترضت على اسلوبي وطريقتي وخلاص. وانا بحترم ده وبحترم ده. وعلى فكره بقى خدي الكوميديا دي، في ناس كانت بتاخد معايا وما زالت بتاخد معايا السنين اللي فاتت والسنه دي ما كانتش بتحبني، تخيلي. وده احترمته اكتر لانه قاعد عشان بيستفيد مني. انا بقى المنظومه بتاعتي انت تحبني او لا ده بعدين بصراحة، إنما أشوف ربنا الأول. ما أنا لو شفتك أنت عاوز إيه مش هعرف أشوف اللي المفروض يتعامل إيه، صح ولا لأ؟ مستر أحمد سمير ببقاش ينزل سنتر، السبب إني أنا مش مناسب لسنتر بجد. قبل النظام الجديد كانت حضرتك تنزل سنتر؟ طبعا. كانت نوعية الطلبة اسأليهم يعني مش مهندس كان طالب عندي. نوعية الطلبة كانت طلبة كده، طلبة بنات وولاد، طلبة يعني ايه؟ يعني تقول لهم عدوا في الحيطة. دلوقتي ما تعرفيش اذا كنت انا معرفتش اعمل adaptation او معرفتش اتوافق او لقيت اتموسفير اللي حواليا غريب. يعني انا مثلا زمان اللي كان يغيب حصة مع السلام خلاص، دلوقتي لو نزلنا سنتر وعملنا كده تاني يوم مش هلاقي حد في السنتر، ما هو كله هيغيب وكل اصلي عندي ظروف وولي الامر عنده ظروف طبعا والناس كلها طبعا ومقدر وكل حاجه، بس ده نظام شغلي. اللي كان يغيب امتحان ما كانش موجود معانا، يعني يوم الامتحان ده كان بيبقى اخر يوم في الشهر، فاوريدي بنسلم السنتر كشف باللي جم بالامتحان. هم دول اللي بيتكتبوا، هم دول اللي بيتاخدوا حضور. دلوقتي انا ما عملتش زي الناس التانيه وما بقفلش محاضراتي، فاهم؟ ففي جاب كبيره وفي ناس كتيره متاخره. اللي يغيظك بقى انه يفضل يدي مبررات واسباب، مبررات واسباب، واحنا لو سمعنا المبررات والاسباب دي مش هتنجح يا ابني. مش يعني انا اسف، مش هتنجح ثانويه عامه يعني. قول انا غلطان ونقطه واشتغل. ومناسبه الميتنج ده جاي قبل اجازه نص سنه، فاظرف كومنت جالي ايه؟ واحد بيقول لي يا مستر عايز اجازه، احنا في الحصه الكام؟ تقريبا قبل اجازه نص سنه بالظبط هتبقى الحصه ال 20 او ال 21 حاجه كده، هو في الحصة السابعة يعني هو عايز اجازة. يعني دورنا عليه في الموقع عندنا لقيناه في الحصة السابعة، وهو بيسأل على اسبوع ايه؟ اجازة. الاسبوع الاجازة ده في ايه؟ هيبقى في حصة، فاهمة؟ يعني اللي عايز ياخد اجازة يتفضل، اللي مش عايز ياخد اجازة يتفضل، احنا موجودين. بس بعد اذنك وانا ماشي ما تقولي لي شقف عشان انا وقف، عشان انتي وقفتي. انا ماشي ليا جدول معين، ليا طريقة معينة.
طبعا اعذرك ودي ظروف ودي مبرر، بس انا بعمل اللي عليا جدا، ما بسيبكش تحل لوحدك. حصصك طويله قوي، طب انت عايزني احل لك كل حاجه صح؟ هحل امتى؟ مثلا في حصه بحل فيها الواجب 100 سؤال علمي، تحلي سؤال فيزيكس مينيمم وقت قد ايه؟ ادبي والله يا حسيتي، خليها على الله يعني، يعني تحلي سؤال فيزياء برضه 10 دقايق، 3 دقايق حلو كده، 3 دقايق في 100 سؤال بكام؟ ب 300 دقيقه على 60 5 ساعات، يبقى لو الواجب 100 سؤال مطلوب ان انا اعمل موديل انسر لل 100 سؤال صح؟ في كام ساعه؟ في 5. حضرتك بقى مش مطالب تتفرج على 5 ساعات، لا، انت هتعمل الواجب تنقي كام سؤال ما عرفتهمش تتفرج عليهم في الواجب بالترتيب. فيديوهات اليوتيوب يا شباب، طب انا والله لوجه الله والابويا والامي وما تنسوش في دعائكم بالله عليكم، حلو، بشرح فيها قبل ما اقول الاسئله عشان انت لو مش معايا تتفضل، يعني مش تبقى معايا تتفضل تتابعني على اليوتيوب، تمام؟ في نوعين بقى، تاخرت قوي على اليوتيوب يا مستر حبيبي، ما على بال ما تخلص انت اكون انا خلصت فبلحقك، وقبل الشابتر ما بيخلص بتكون الفيديوهات نزل، يعني لازم نعمل توافق لنا الاوضاعنا عشان نفيدك انت بس. على فكره دي شغلتنا، يعني مش بنعمل اوفر، دي شغلتنا اللي احنا هنستمر عليه. بس لو طلبت السنتر بنفس طلبه الاونلاين، لا يبقى الحمد لله ان انا ما نزلت السنتر بجد. ليه؟ لاني عايز اقول لك احنا تلت الطلبه بس هم اللي ابديت معانا، والباقي اتليست متاخر حصتين 3 4 5 6 7، وبنسمح لناس بيخشوا جداد وبنعمل. فلو احنا في سنتر واحنا ماشيين ما ينفعش حد يخش حصه ما فهمش اللي قبلها، لان الفيزيكس مش فيلم تركي، هو ده فيلم اكشن صح ولا لا؟ يعني ينفع اشرح مثلا حاجه انت مش فاهم اللي قبلها؟ طيب بتقدر تعرف ازاي ان اللي قدامك ده طالب شاطر او غبي؟ هو مفيش طالب غبي على فكره خالص، بيستغبى. برافو عليكي، برافو برافو. هو مش بيستغبى، هو بيحاول يوصل لابعد حدوده معاكي، فاهمه؟ بيجسك الاول يعني، يعني لا مش حساها، ايه مش حساها، مش فاهم انا يعني. هو طبعا الطالب الشاطر بسميهم انا اولاد احمد سمير، ولادي انا مش عايزهم يسمعوا كلامي ومش عايزهم يبقوا زيي والله العظيم. انا الاب الوحيد اللي اتمنى اولادي ما يبقوش زيي، اتمناهم احسن باذن الله. واي حد قال عليه ان انا بابا، قال عليا ان انا بابا، او ذكر اسمي بخير او ذكر اسمي بشر او او او، انا بشكره على فكره والله العظيم، والله ما كلام عشان قدام الكاميرا خالص، وهم عارفين ان انا بكلمهم كده اصلا يعني، عادي عادي خالص. اي حد قال ده احمد سمير كان استاذي او كذا مدرس او غيره، حلو والله العظيم الكلام ده لا هيقلله ولا هيزودني خالص، بالعكس دي حاجه تشرفني جدا 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 طبعا جدا جدا، ان في ولادي يا رب يبقى احسن مني كمان ان شاء الله ان شاء الله، يعني اشوف دكتور احسن مني، ما اشوف مدرس احسن مني، حاجه حلوه قوي قوي. مين اكتر دفعه حبيتها؟ كل ولادي حبيتهم على فكره، دفعات مميزه اقسم بالله كل ولادي حبيتهم، وفاكر اسماء معينه من دفعات معينه طبعا، بس انا كنت بسمي اسماء معينه يعني، يعني غيبوبه ماشي، يعني في حد اسمه غيبوبه، في حد اسمه ولادي عارفين، في فرعون، فاهمه يعني، في كده يعني في حاجات كده مميزه. انما كل ولادي اقسم بالله، يعني انت تقولي لي هتحب ابنك ولا بنتك، بدليل ان كل حصه اخر السنه انا بجد بتبقى حصه ماساويه يعني، وده من الحاجات اللي بتضايقني جدا في حصه المراجعه في اخر السنه، بتبقى حصص طبعا حصص متعبه، متعبه نفسيا جدا يعني طبعا. اشمعنى انتوا يا جماعه مطالبين ان انتوا بتحبوا المدرس؟ ما المدرس بني ادم برضو، ما بيحبكم عادي يعني، مش بني ادم بس يعني بحبوا حضرتك ان انت يعني شغلتي كده يعني، لا بتعامل مع طلبه دلوقتي من ورا شاشه يعني، والله لا بحبهم وبعرف اكلمهم لا دلوقتي طبعا دلوقتي بس كل الدفعات انا بحبها طبعا. يعني في حاجات مميزه مثلا يعني زي دفعه 2008 دي، ده كان امتحان برضو يعني ايه، مش صعب، ولسه وما بقولش ان امتحان يجي صعب وسهل، ومش مقاييسنا صعب وسهل، مش مقاييسنا خالص صعب وسهل، امتحان يعني امتحان ولا ايه، ولا اجيب لك امتحان ايه مش فاهمك، زي اللي يقولك في عندكم في الجروب عملتوا ايه في الامتحان يا جماعه ده وحش قوي يعني، هو اكيد امتحان يعني، انت داخل جاهز ولا لا، يعني مذاكر الفريق اللي قدامك ولا لا، داخل تلعب ماتش حتى، وكومنتات غريبه اقسم بالله يا جماعه انا ما بداتش. طب نرد عليه نقول له ايه؟ طيب والله بترد عليه تقولوا له ايه؟ والله بتسيبوا الناس ترد عليه؟ هو ينفع حد يا جماعه مش عارف يسال حد مش عارف؟ بيريحوا بعض، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم ايه لا تعلمون صح ولا لا، يعني اسالوا يا جماعه، اسالوا الخبره يا جماعه، احنا عدينا، مش احنا مش احسن منكم خالص خالص خالص،
مش احسن منكم ستي، انتوا احسن واذكى وكل حاجه قشطه، بس احنا عدينا بالخبره دي قبل كده. انا 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 هقول له مش هتكسف، اوكي؟ انا الصنايعي في المهنه دي، انا اللي عارف، انا اللي هسمع صوت العربيه هقول فيها ايه، انا اللي عارف امتى اقدر اعمل لك سبورت في ظهرك وامتى السبورت ده يضايقك ويضرك. فرعون وهو بيغرق نادى على موسى 70 مره، الحقني يا موسى، الحقني ايه يا موسى. موسى نفض له مش يعني اسمعوش مش بس أنا. ربنا قال لموسى لو كان ندى عليا مره كنت لجأت له. احنا انتوا بتلجأوا غلط يا جماعه والله. راح اجيب فينو، راح اجيبي فينو من ميكانيكي، الغباوه دي، ومستغربه ان الميكانيكي قال لك ما فيش فينو. ايه يا جماعه؟ اصل هم بيطبطبوا على بعض. يعني انت بتنقي وانتوا اذكى مننا، عرفتوا ليه؟ انتوا بتنقوا مين هيقول لكم ايه فبتسالوه. هسالك انا بقى سؤال يا صحفيه، يا صحفيه يا جامده، عندي كم صاحبك لوز ده؟ ثلاثه. برافو. بتساليهم في كل حاجه وبتاخدي رايهم في كل حاجه، بتنقي واحده معينه. لا تسمعني انا عايزه. برافو عليك. يا رب اللي بيكرهني يصدقني واللي بيحبني يصدقني، يصدقني بس، هي دي المصداقيه. هدفك ايه زمان اللي ما حصلش فيه نصيب، نصيب بتحاول تشوفه في اولادك؟ هقول لك على كلمه اقسم بالله حاجه حلوه قوي، انا عمري ما تمنيت حاجه من ربنا ما حصلتش، ودايما اللي ربنا ادهوني احسن مما اتخيله. والله العظيم انا في نعمه انا ما كنتش احلم بيها، ولو كان حد قال لي، بقول الكلام ده لاولادي بجد والله العظيم، ولو كان حد قال لي وانا في سنكم كده احلم تبقى كده، هقول له يا راجل يعني خليك متواضع شويه. بس لما طمعت في وجه الله انا بقيت راضي جدا. وقولوا الكلمه دي كلكم كده، يا رب اديني، بس قبل ما تديني اديني الرضا لله هتدهوني. يعني انا دايما حاسس بان اللي في ايدي ده كتير قوي، واي سيناريو يحصل لي، وكنت بقوله كده لاولادي وانا في السنتر دايما، كل اخر حصه السنتر اقول كده، اي سيناريو يحصل لي، اي سيناريو، عارف لو العربيه اتخبطت يا ما انت كريم يا رب، هو انا كنت هروح المشوار ده يحصل لي حاجه اكتر؟ اكيد انت منعتني يا رب. عشان كده دي فلسفتي في الحياه دايما دايما. مين اقرب حد في ولادك ليك واشمعنى؟ كلهم كاركترات فظيعه، يعني كل واحد ليه ميزه. ما اقدرش اقول اني بحب الولد اكتر من البنات، وما اقدرش اقول اني بحب البنات اكتر من الولاد. زي يعني مش هقول لك بقى زي ولا ده، زي صوابعي. تقولي لي بتحب صوابعك مين اكتر؟ كل واحد ليه ميزه يا. ها بتقولي لي ايه؟ بتقولي كل حته. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، بنحب اللي بنخدمهم اكتر من اللي خدمونا. عشان كده ادعوا لاهاليكم، اوعوا. عارفه لو دعيتي لاهلك تبقي صالحه، لان ربنا قال ولد صالح يدعو له. يعني لو انت مش صالح مش هتدعي لابوك وامك، فمدى صلاحك يقاس بدعوتك لابوك وامك. انا مش فقيه دين خالص والله، وبتكلم وناس كتيره اكتر مني معرفه وعلم، بس احنا بنحب اولادنا اكتر ما بنحب ابونا وامنا. ايه دليلك؟ ان ربنا وصانا على ابونا وامنا، يبقى اكيد عارف ان احنا هنحب اولادنا اكتر. فلو انت عايز ربنا يصلح لك الحال، شوف ربنا عايز ايه واسمع كلام ابوك وامك بس. بص يا ابني، لو قاعد بتذاكر وامك قالت لك انزل هات لي حاجه، انزل يا ابني، ده اللي هيفيدك. هترجع سبحان الله اللي كان بياخد وقت ما بياخدش وقت. وجرب كده تنزل وامك غضبانه عليك، يعني الدنيا قفلت. تعرفيش في سر غريب صح؟ لاحظتوه والله؟ وبرده بتعملوه غباوه. اكتر جمله مميز فيها؟ لا في جمل كتير طبعا، تمتع بالسيء فالأسوأ لم ياتي بعد، بس دي غباوه انك تفهموها تشاؤم. يعني ده منتهى الغباوه، يعني دي منتهى الغباوه. انا بالنسبه لي الجمله دي منتهى التفاؤل، ده المبدا بتاع حياتي. اذا كنت انت اللي فيه ده سيء، واحد ده انت اللي شايفه سيء، هو مش سيء، ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. اتنين، انت اللي مش راضي. ثلاثة، تحب ارسم لك 10 سيناريوهات لأسوأ حاجه عندك أسوأ من اللي انت شايفه وانها ما حصلتش الحمد لله. ها. طبعا بقى في عيني في واقول خي، في فراعنه، الفرعون ده اللي هو بيعبدوا بعض، ماشي. في جمل كتيره والله هم بيكتبوها على الرضا بالمقسوم عباده، دي كلمه حلوه قوي، الرضا بالمقسوم من العبادات اللي ربنا بيحبها قوي. اكتر موقف محرج حصل لك مع طالب؟ لا لا ما يعني ما فيش طالب محرج خالص، فيش يعني حتى في اخر السنه مش بعمل زي بقيه المدرسين بقى واقول ايه يا جماعه وكانت سنه كويسه واللي زعلان مني مش عارف. لا بقول لهم واكيد اللي زعلت له كان عندي حق ازعق له، يعني انا مش مجنون يعني ماشي. ايه رد فعلك لما حد يقلل منك ومن مجهودك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قال فينا ما ليس فينا. بس حسبنا الله ونعم الوكيل، انا مقاتل في شغلي قوي، انما كلام الناس اكيد هيتكلم ولا ايه؟
طالما انت في الخدمة العامة اكيد في ناس هتعجبك. الرسول عليه الصلاة والسلام يا جماعة احنا فين ورسول فين يا جماعة؟ انتوا عايزين الناس تحبين انا عبد الله عبد، حقروا الكلمة شوية عبد، وكانوا اختلفوا على الرسول. ايه ده؟ انا فين والناس اللي اختلفوا عليها فين؟ في ناس احسن مني بكتير اختلفوا عليها برضه. احنا بنقدم خدمة عامة، تخيلي مطلوب من شخصية اقل منك سنا وعلما وخبرة يقول رأيه فيك ويعملوا كومبير كمان، يعني متخيلة؟ لو يعملوا كومبير يعني اصلي مش مستريحة اقول كلمة هم عارفينها. اغرب حاجة سمعتها عنك، كل اللي سمعته عني بذاكره كويس، ما سمعتش حاجة غريبة الحمد لله. يعني الناس ما قالتش حاجة عصبي، انا عصبي في شغلي فعلا، في شغلي عصبي وفي حياتي عامة يعني. بس انتوا فاهمين عصبية ازاي؟ انا رد فعل، انا عمري ما كنت فعل، انا عمري ما كنت فعل في شغلي في الفيزياء اللي بقوله. انما احنا كمدرسين ازاي نبقى فعل؟ يعني انت داخله السنتر هقول لك بره؟ مش فاهمك يعني، مش فاهم والله احنا ايه. واي مدرس كده على فكره، اي مدرس رد فعل. فنحسبها كويس يا جماعه، انت في شغلك بتقدم خدمه ليها مقابل طبعا، بس احنا طبعا 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 احنا بنشتغل عشان المستوى المعيشي ولا ايه؟ طبعا. بس في اصول بقى، يعني لازم احط كونسبت ليا احترمها واعيش عليها، وما زلت ان شاء الله رب العالمين هموت وانا بحترم الكونسبت بتاعي. انا ليا مبادئ انا مش هكسرها، على خلافات بقى تكسب قليل تكسب كتير انا زي ما قلت لك في الاول راضي. فاللي راضي ده بقى يعني مش هتفرق معاه الموضوع شكله ايه، مين بقى مين ايه فين، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. يعني يقولوا مثلا ايه اجريسيف، في ناس شايفاني كده، مش غريب في ناس شايفاني كده. طب هل انا شايف نفسي كده؟ ما انا لو عارف ان انا غلطان اكيد هتغير ولا لا. بس انا شايف ان في الموقف الفلاني كان الفعل الفلاني، انا بتاع فيزيكس مش بقال، يعني سينس زير فور، سينس حد عمل كده يبقى الرد كده. اولاد حضرتك دخلوا علمي ولا ادبي؟ هم اولادي صغيرين لسه. وحضرتك كنت بتذاكر ليهم؟ انا بذاكر، انا لسه اولاد صغيرين بس بذاكر لهم يعني بس فيزيكس بس، يعني بذاكر لهم بس الجزء اللي في الساينس بتاعهم، يعني هم خلاص هيبتدوا ياخدوا فيزيكس بقى فبذاكر لهم فيزيكس بس. حتى لما الساينس يبقى فيه بيولوجي او كلام من ده لا، هو الفيزيكس بس او كيمستري. ايه حكايه ان الثانويه مش نهايه التعب؟ طبعا. ايه يا جماعه انتوا ايه، انت في ايه دلوقتي؟ بتشغلي ولا لا شغاله ولا ايه؟ تعب مستريحه ليه؟ مش في بيتكم انت دلوقتي والساعه 9 بالليل بتضحكوا على العيال ليه يا ظلمه؟ حضرتك في ايه؟ خلص باشمهندس كبير وبتعمل ماجستير صح؟ ارتحت يا فندم؟ بابا مرتاح يا فندم؟ حضرتك في ايه يا فندم؟ حضرتك في ايه يا فندم؟ بتضحكوا على العيال ليه يا ولاد الايه؟ بتضحكوا على العيال ايه؟ ده بدايه المشوار يا جماعه، لسه ناس بتتمرن، رايحين تقول لهم خدوا كاس العالم، يبقى انتوا كده لا بتصدموه وانت بتحبطهم. لا انا بقول الحقيقه يا جماعه. هتحب القهوه يا استاذ باشمهندس؟ بتحب القهوه صح؟ القهوه مره ولا لا؟ مره. بتحبها برضه؟ فيها سايد افكت وفيها حاجات كويسه وفيها كذا وفيها كذا. ايه يا جماعه ايه كليه ايه؟ هوايه. مش مرتاحه؟ هتعدي السنه دي؟ هتعدي السنه دي من غير مذاكره؟ اذاكر بالظبط. ممكن نقول ايه بقى؟ ممكن نقول ايه؟ ان الضغط العصبي في ثانويه عامه اكتر، اولياء الامور بيبقوا ستريس طبعا، المجتمع كله ضغوط عليك، فوكس عليك، تمام ماشي اوكي. واحنا نعذر ده ونعمل ادابتيشن للحياه دي، انما هل دي نهايه التعب؟ بدايتك. هو في حد ناجح ما تعبش؟ التخلف ده بتقولوا ايه؟ هو في حد نيم ستار نجح في شغله بتروح للدكتور امتى؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، قصدي النيم اوف دكتور، يعني النيم دكتور نيم كشفه قد كده ربنا يزيده بشعر، بتروحوا ليه؟ عشان راجل اشتغل 12 ساعه راننج في العياده، عمل نيم، عمل حاجه، درس، كشف على الحاله كويس صح. مهندس ينفع تنام في بيتكو والعماره شغاله او الموقع شغال؟ بتقولوا لمين يا جماعه؟ بتضحكوا على العيال ليه؟ طب بلا اسالوهم هم، هو بابا مرتاح يعني؟ بابا بطل شغل ولا بيربيكوا ولا ولا بيصرف عليك ولا شغلك اللي بيصرف عليك ولا 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 انت اللي جايبه الجاكيت السني ده؟ هتروحي تلاقي اكل في البيت ولا لا؟ مين اللي عمله ان شاء الله؟ بتضحكوا على العيال ليه يا جماعه؟ ده بدايه قصه نجاح ان شاء الله. انا ما قلتش نهايه تعب ولا بدايه تعب، انا قلت بدايه قصه نجاح. واللي عايز يستمر يفضل يتعب يا جماعه. طب ما كان بسيطه قوي، ما تصلي فرض في اليوم ما كفايه؟ صحيح. انتوا عندكم اكتر وخمس فروض. ينفع تأدي اللي مش عليكي؟ ثانيا سوري، انا كمدرس الاول وكأب للي عايزني ابوه يزيدني شرف، كمدرس مطلوب مني اريحك؟
مش فاهم مطلوب مني انا كمدرس اريحك؟ ما انا لو ريحتك انت النتيجه هتبقى زي الزفت. هو حضرتك بتاخد درس عشان اريحك بس بسيطه جدا. طيب قول الحقيقه بس، انا عايز ناس تقول الحقيقه زي لو كلنا بنقول كده كان حد علق على كلمتي؟ لا انما المراجيح بتاعت مولد النبي دي مش بتاعتي. مش جاي مرجعك يا جماعه، انا مش جاي مرجعك، انا جاي اعمل ايه؟ اقول لك الحقيقه اهي، يلا نتعب سوا والله العظيم يا بنتي. واساليهم انا مفيش حصه لو خرجت مرتاح؟ لا يبقى انا ما اشتغلتش، انا ما بذلتش كل طاقتي. في فيديوهات اسالوهم، وولادي اللي في السناتر عارفين انا كنت بنهج في حصه السنتر، بنهج عشان الحصه ما تطولش فتركيزك ما يقلش. مور ذان ساعه ونص فصلتي خلاص وانت قاعده قدامي، انما في الفيديو تقدر تقوم تشرب حاجه وترجع، تقدر قالوا لي على طلب نفذته رغم اني انا كبير. قسم لنا الحصه فيديوهات، ابتدت تتقسم فيديوهات في اليوتيوب، بحاول ما اطولش قوي وبرضه متقسمه فيديوهات عشان تاخدها في الوقت اللي انت عايزه. انما تريح جنبي، انا مش جاي اريحك، الحياه ما فيهاش راحه. سوري، ايه اللي مخلي الباشمهندس يختار حضرتك وحضرتك عشان تيجوا تعملوا الميتنج معايا؟ اكيد انتوا ناس من اللي بتعملوا ايفورت كتير قوي في الستاف بتاعه. ما ترد. اغلب الطلاب اللي ما تعرفش حضرتك بتشوف كلام حضرتك محبط فيه، ورديت خلاص. كلام فيه اخلاص، هم لو بيشوفوا المجهود اللي بتعمله ده راجل محبط قوي. انا وضحت لك كلامي، وده رايك ومنتهى الديمقراطيه ان انا اسمعك، بس منتهى الديمقراطيه كمان ان انا اقول اللي انا عايزه. يا نهار ابيض، يعني انت تعمل اللي انت عايزه وتقول رايك فيا اللي انت اقل مني خبره وعلما وكل حاجه؟ انا راجل قد ابوك يا زيدي، حتى السن لي حكم. يعني انت تقول رايك وانت تعمل اللي انت عايزه وتخليني اعمل لك اللي انت عايزه؟ ايه الديمقراطيه دي؟ يعني انت بتقولي لبابي ايه؟ بابي انا طالع رحله وعايزه 1000 جنيه وهاجي متاخره وما تزعقليش. المفروض يقول لك اقابل ثاني يا فندم. هو مين هيربي مين يا جماعه؟ اللي يشوف هو حر. هنتقابل عند ربنا سبحانه وتعالى. يكفيني قدام نفسي ان انا لسه قايل لك يا باشمهندس عايز ابص في المرايه افضل احمد سمير، ده يهمني قوي. عايز ولادي ممكن يشوفوا فيا عيوب بس يشوفوني راجل محترم، دي اهم حاجه، وبحترم نفسي. لو حضرتك رجع بيك الزمن هترجع لمهنه التدريس؟ ما هو الباشمهندس عارف ان انا اصلا كان المفروض ابقى في حته تانية وانا اللي اخترت التدريس. كان المفروض يعني. اغبى سؤال اتسال لحضرتك؟ كل الاسئله اللي بتتسال لي انا بعتبرها طبعا يعني ايه؟ ليه بس؟ هقول لكم ليه والله، انا مش هوبا ولا حاجه يعني، بس هقول لك ليه؟ لاني ببقى قايل كل حاجه، وبعدين انا فيا ميزه يعني اذا كانت ميزه، ما حصلش الجاب نتيجه العمر، خليت دايما دماغي شغاله بفكركم، يعني اقول ايه ساعات في الفيديو اسالهم كده، اقول وفي واد هيقول لي كذا او سالني كذا، ما بقاش واد اصلا، ده بقى انا حطيت نفسي مكانه والكلام ده بيتقال رد الفعل عليه شكله ايه؟ فانا اتخيل انه هيفكر ازاي؟ وافكر التفكير اللي مش منطقي، فاقول بقى وهنعمل وهنسوي وكده، وفي الاخر برضه ما تذكروش يعني عادي. بعد كل النجاح العظيم انا الحمد لله يعني نقول توفيق ربنا سبحانه وتعالى بالسهل ولا بعد قد ايه تعب؟ هو مش نجاح عظيم، انا ما بعتبروش نجاح عظيم ولا حاجه، انا بعتبره توفيق من عند ربنا. يعني انا تعبت؟ امال مش عايزاهم يتعبوا ليه؟ هي بدايه النجاح ان شاء الله، وعلى فكره ومش بدايه فشل تاني، هي بدايه نجاح ومش بدايه فشل. مش كل اللي ما دخلش الكليه اللي مش عايزها فاشل، بالعكس ما شاء الله. انا سبت الكليه اللي كنت فيها وحولت حاجه تانية خالص، وقلت لبابا كده، قلت له انا مش عايز ابقى كده. هو توفيق ربنا طبعا طبعا، واخلاص شويه ورضا بقى، ورضا بقى تمشي العمليه كده يعني شوت كده يعني. كلمنا عن التيم عندك، فحيتهم طبعا يعني، وبتختارهم على اي اساس؟ على اساس الاخلاص، حاجه مهمه، مش الاخلاص المادي طبعا يعني اي حد يحب الشغل احبه ويبقى شغله ويعتبر نفسه ده مكانه وشغله هو وانا شغال عنده كمان احبه قوي، وده يبقى خلاص مدير في الحته دي. وعمري ما عينت مدير في حته، دايما هو اللي بيعين نفسه. يعني ايه هو اللي بيعين نفسه؟ والله العظيم هو كان ساي وظيفته كده، خد الوظيفه دي، اخلص هنا واخلص هنا واخلص هنا واخلص هنا، فبقى لا يمكن الاستغناء عنه في الحته دي، واكلمه هو في كل حاجه في دي، وناس تانية خدت خطوه هنا وخطوه هنا، هو جاي يشتغل اسيستنت يرد على فيزياء، اما عمل حاجه راجع حصص قبل ما تذاع، يبقى هو اللي حط نفسه في الوظيفه دي ولا لا؟ فبقيت لازم مطالب ان هو يراجع الحصص قبل ما تذاع. الحمد لله رب العالمين، كل اللي موجودين معايا دلوقتي هم بيحبوا الشغل، دي كلمه مهمه. مدى حبه للشغل بقى هو اللي بيزوده عندي او يقلله عندي، او بس اللي ما بيحب الشغل يمشي احسن. شايف مهنه الاسيستنت ليها لازمه؟ طبعا في الوقت ده طبعا، احنا مش هنعرف نرد على الافات الطلبه طبعا، بس في طلبه انا برد عليها بنفسي والله صح، وبيعملوا سبورت لينا وفي ناس الاسيستنت بيحتويها اكتر مننا، مش انا مش بحت مش ده رفض مننا، هو عايز حد
غير اللي قاله عشان يبقى هادي معاه، لانه فاكر انه لما هيسأل هيتشتم او فبيحاول يلاقي خط دفاع اخر، وبعدين لما الاسيستنت ده يزهق منه يروح لاسيستنت تاني وهكذا. والشغلانه بقت كده للاسف. يعني احنا زمان ما كانش معانا اسيستنت، انا كنت بشوف الواجب بنفسي مهما كان عدد الطلبه. الاسيستنت دي يراقبه امتحان، يعلمه امتحان، بس انما انا اللي اشوف الواجب لغايه فتره قريبه. يعني مين اكتر مدرس من وجهه نظرك ناجح في الادبي او علم؟ اسالوا الطلبه، اسالوني انا زيهم، انا ما خدتش درس مع فلان وفلان وفلان. انما كل من ناجح تعب واخلص وفكر، صح ولا لا؟ ولا ما تعبش؟ تعب. انت جايه للشغل الساعه كام؟ ولقيني في التصوير الساعه كام؟ والولاد فاكرين الاونلاين اسهل بكتير من السنتر. خالص يا ولاد، ده وقفه، احنا مدرسين بنحب وقفه المسرح وبنحب اللايف. يعني انتوا زي ما زعلانين ان انتوا مش شايفيني، طبعا انا زعلان ان انا مش شايفكم خالص والله بجد، والله وعد مني يعني. وعد في اقرب فرصه متاحه هتبقى عندكم، على فكره هتتقال عندكم، وعد في اقرب حصه متاحه، ده حصر ليكم يعني. في اقرب وقت متاح ينظم ازاي، نعمل ايه، نهندلها، يوزع عندكم ان انا هنزل مكان، ده لسه هتتنظم قوي. ولما الاقي عندي انا الاستعداد وعند الطلبه الاستعداد لانها تشوفين، يعني ازاي اقابل طلبه يا جماعه، معلش كلكم طبعا زي الفل على دماغي من فوق، متاخره 6-7 حصص، انا ما قفلتش حصه. طب ما كان ممكن اعمل زي بقيه الناس واقول ايه الحصه دي ميعادها كذا وهتقفل في كذا، خلاص بقى يعني الموضوع هولد. في ناس متاخره ويسالني بقى اعمل ايه، يعني هقول له ايه؟ طب في كومنت عندك في الجروب اقراه. واحد بيقول هو انا خدت حصتين عربي على حصه فيزياء على حصه كيمياء ومتاخر في كل دول، اعمل ايه؟ احنا في شهر واحد، عايزين اقول لي كلام يحبطه ولا يديله دفعه معنويه ولا ايه؟ خليكي مكاني، احبطه واديله دفعه ده نحول يعني شوف امشي شمال ويمين. لا يعني هو ناقص حد يريحه، هو مريح نفسه قوي، هو ما تعبش. فالمفروض انا لو ما صليتش الظهر والعصر الدن هصلي الظهر والعصر، ولا اقول لربنا خلاص يعني، ولا اعمل ايه؟ انا تعبان يا ربي، تعبان والله. وعلى فكره اوعوا تفتكروا اللي ما بيذاكروش مستريحين، عشان كده دايما اقول لاولادي كده اتعب، عشان التعب البدني حلو قوي احسن من التعب العصبي. التعب العصبي انت مش هتستحمله، كونك تنام ودماغك شغاله ومش عارف تنام عشان عليك حاجات كتيره اهون بكتير من انك تتعب وتنام نوم ممتع. عارف ان جربت النوم الممتع ده؟ لا اكيد لا. قلبنا مراجيح انت دكتور ان شاء الله، يبقى جربته. جرب يذاكر لغايه لما دماغه تتقل فينام بجد وما يفكرش في حاجه. والله اكيد فكرت في ده اكيد. يا رب اشوفكم، بس دي الدعوه والله اللي بحبها جدا نهايه كل سنه بقولها، يا رب اشوف ولادي كلهم اللي بيحبوني واللي عندهم انتقادات احسن مني، ويا رب لو حد شايف فيها حاجه غلط ما يعملهاش هو لما يقف في نفس الموقف، ويا رب تقفوا مكاني وتتبدل الكراسي وما تعملوش اللي المفروض انتوا زعلتوا منه. بس كل حاجه انا بعملها بتاع فيزياء هقول لك تاني، هقول سنس حصل كذا، سنس عديت بخبرات 1-2-3-4. ما ينفعش انا كمدرس واب اقول لك رايي غلط، قولوا الصح بس طبطب علينا. الراي الصح ما فيهوش طبطبه، يعني اقول لك صح يا اقول لك معلش؟ بذمتك في حد حبك اكتر من ابوك وامك؟ مستحيل صح. طب اول واحد علمك المشي مين؟ ابوك وامك ولا ايه؟ طب لو ما كانوش علموك المشي كنتش مشيت؟ لو ما كانوش سابوا ايديك عشان تمشي مش ده كريتيكال وخطر وفي ريسك؟ ووقعت ولا ما وقعتش؟ وقعت وجري لحقك. بس انا بقول بقى لاولادي اقعوا في حضن ابوكوا وامكوا دلوقتي وفي حضننا واحنا حواليكوا، وتعبوا ونتخانق ونعمل احسن ما تتعبوا وانتوا لوحدكم. الحاله العمليه ما بترحمش وانتوا عارفين كده. ربنا يوفقكم يا رب، وكلنا نشوفكم احسن منكم يا رب، احسن مننا يا رب، احسن مننا. واقل واحد فيكم، مفيش حد فيكم قليل، كله هيعمل مجهود، حتى اللي ما ذاكرش ان شاء الله اكيد اتليست ضميره مأنبه، حاجه كويسه انه عنده ضمير. حاول ما تموتوش. عندك انتقادات كتير على كل اللي حواليك، حاول ما تبقى زيهم، حاول تبقى احسن منهم ان شاء الله. شوف ربنا في اعمالك، ماكش دعوه بكلام الناس. وانا اتشرفت بيكم قوي والله بجد، ما كنتش عارف ان ممكن الموضوع يبقى فير انف كده، ولاني اقول اللي انا عايزه ولان اطلع معاكم كده بصراحه. الكلام انا كنت محتاجه زي ما اولادي محتاجين بجد، وكنت محتاج اكلمهم، خليتوني اكلمهم في حاجات كتيره. اول مره في حياتي اتكلم عن نفسي، تفاصيل مهمه جدا عرفتها انا ما حدش حد خالص يعرفها خالص. يعني يا ريت تعملوا مونتاج ما بحبش يتقال اسماء ولادي لسبب، لا يتكرهوا عشاني ولا يتحبوا عشاني، يعني انا عايز ولادي فير، ولاد ناس عاديين، هم اسمهم اكس واي زد، يبقى مش مهم مين ابوهم، هم شخصيه مريحه للناس يحبوهم، متعبه للناس يتحبوا، يعيشوا حياه اللي هي بني ادمين يتعبوا جدا عشان انا عايزهم ناجحين. طب ادوني مثال بالله عليكم بس عشان التعليق ده عامل بوم، ادوني واحد بقى عالم بالصدفه
ادوني حد يعني اللي بقى طبعا بابي ساب لي هيضيعوا يعني ادوني حد يا جماعه ناجح وما تعبش يعني ادوني واحد جاب جون ما جريش. زعلانين ليه من بقول كده يا اولاد الايه؟ ميرسي جدا جدا اتشرفت بيكم قوي. ميرسي يا باشمهندس, ميرسي يا دكتوره, ميرسي يا دكتور, شكرا.